من الكوره لمنافسات السلاح. هل واحد بيبقى مبسوط قوي باي انجاز بيحصل، اي انجاز لابطالنا ولاعبينا المصريين؟ بتكلم على السلاح تحديدا، لانه النهارده ولاول مره يعني منذ فتره يعني بنفوز بميدالية ذهبية. منتخبنا الوطني للشباب بيفوز بميدالية ذهبية في بطولة العالم. منتخب مصر زي ما حضراتكم عارفين، احنا منتخب الشباب المصنف رقم 5 عالميا فاز على منتخب روسيا. روسيا مصنف رقم 3 وافضل مننا في التصنيف يعني. احنا فزنا بنتيجة 45-38 علشان نتوج بالميدالية الذهبية، وروسيا بتحصل على الميدالية الفضية. ودول ابطالنا، دول ابطالنا شبابنا الجمال الحلوين، ومن حقهم ان انا اقول اسمهم. الحقيقة احنا ما عندناش حاجة هنا بتتنسي، وما عندناش حاجة بنعديها. يعني تحية كبيرة جدا جدا يعني لمنتخب مصر، للشباب في منافسات الفرق، لسلاح السيف اللي انتوا شايفينهم قدامكم دول. مازن العربي، احفظوا الاسماء كويس، مازن العربي، اياد معروف، ادهم معتز، زياد نوفل. متشكرين يا رجاله، متشكرين يا ابطال، الف الف مبروك، رفعتوا راسنا وسعداء بهذا التتويج. المنتخب بيديره فنيا كابتن ماهر حمزه، والمدربين شريف البكري وخالد شريف ومحمود جنديه، والمشرف العام على المنتخبات احمد نبيل. منتخب مصر كان اتاهل للنهائي بعد الفوز على منتخب امريكا المصنف رقم 1 عالميا وبطل العالم في انجاز تاريخي بنصف النهائي بنتيجه 45-31. ايوه هو ده، هم دول ابطالنا. يا رب دايما منصات التتويج كده بنعتليها، يا رب دايما مصر في الصداره. الواحد بيسعد جدا لكل انجاز في اي بطوله وفي اي يعني تالق مصري. مكاننا دايما في منصات التتويج، ومكاننا دايما لما نفوز بالبطولات. واجمل حاجه في الدنيا انه هذه البطوله مصر تستضيفها، زي ما حضراتكم عارفين في الفتره كانت من 3 ل 11 ابريل ومستمره. فسعداء جدا جدا، كل تمنياتنا ان شاء الله باذن الله بالتوفيق لكل شبابنا اللي بيرفعوا راسنا في كل المحافل الدوليه، في السلاح او في اي بطوله من البطولات اللي يمكن الناس تاخدش بالها منها، بس دي تسوى عندنا كتير قوي. علم مصر على فكره شكلنا حلو، اللبس كمان شكله حلو، الزي بتاعنا بلون العلم حلو بصراحة. تحية بقى للي عمله، أنا معرفش مين بس هو يشد وشكله حلو وشياكة. يعني احنا بقينا شطار بصراحة، بقينا شطار وبقينا بتوع تفاصيل قوي، ودي أكتر حاجة بسطاني اليومين اللي فاتوا دول. احنا بقينا بتوع تفاصيل قوي. الحاجة الحلوة هي الحاجة المتفاصيل، الحاجة اللي هي بيتم إتقانها. فاحنا شكلنا حتى في الإتقان كمان جمال. يسلم اللي اختار الزي ده، يسلم اللي اختار الزي ده. وشكلنا فعلا ما شاء الله، ربنا يا رب دايما يبارك ويحفظ كل شبابنا المصري.